موضوع وايد جميل. امرأة أصيبت بحادث بالصغر سبب لها النسيان، وهالنسيان كمان كان السبب اللي خلاها تنحرم من أولادها 25 سنة. كل واحد يبدي يومه بمشاغله، اللي عنده هموم واللي عنده أفراح، وفي ناس أصلاً ما عندهم شيء. فحصة بتتزوج مرتين بهالعمل وعندها 5 أولاد، 2 من زوجها الأولاني وهم مشاري البلام وإلهام علي، وعايشين معه. الحين عقب ما وصلنا هنا تبين تردين؟ كيفي؟ شوفي عاد لا تطلعيني يلونك علينا، احنا بحنا ناقصين. سليم سليم وسوى لا تكلمين بهالطريقة هذه. انت شايف امك ياتها الحالة؟ أما أولاد من زوجها الثاني فهن النور الغندور، يعقوب عبد الله وحسين مهدي، واللي ما بيكون في بيناتهم أي مشاعر وكل ما بيلتقوا فيها بيعتبروها مجنونة. أنا أبي أخي توت فارس، دقي على فارس إن شاء الله يا رب. دقي عليه. حاضر حاضر. عانت معاناة شديدة ووصلها لمواقف سيئة جدا مما تتحملها امرأة، قررت أنها تعيش مع الورقة والقلم لأنها ما تذكر شيء. فلسجل بقى بسجل. لما نطلع الورق بحياتي ترتبت أموري. من فترة كنتي أنت عم تكتبي أعمالك طبعا رمضان، هالسنة لا. والله الأفكار موجودة لكن ما عندي طولة بال ولا عندي وقت، مسؤولياتي البيتية كثرت. وغير مسؤولياتها في سر تاني خلاها تبتعد شوي عن الكتابة، بتكشفه لأول مرة بترندينج. يمكن هذا ما أدري، هذا نصيب أن كل ما أكتب عمل لازم أصاب بشيء، يا كسر يا مش يعني شغلات. تشائمتي؟ مش تشائمت لكن قلت أوقف فترة أحسن، أنه حصل لي كسور يا ريلي يا إيدي، كسور مضاعفة بعد، ففضلت أني أريح شوي. بس هلأ أنت منيحة؟ الحمد لله رب العالمين. تمام؟ الحمد لله. وبالرغم من تعبها بس هي ما قللت من إطلالات الرمضانية اللي معودة عليها الجمهور. ست حياة عادة تعودنا عليك بمسلسلات إذاعية برمضان. إيه سجلنا عمل. سجلتوا مع مين؟ مع أستاذ سعد الفري وانتصار الشراح، ومجموعة حلوة يعني، والعمل كوميدي شوي. عادة كنت تعملي مع أستاذ عبد الحسين. الله يرحمه. أي والله كل سنة كان مع عبد الحسين. قال كلنا عازمنا كلنا، طلبي وكلي لا يهون الحين وما يطلب لنا. أي مخزية أنت ما تاكلين ببيتكم؟ الله يرحمه. تأذينه هلا؟ أكيد ولا رح ننسى. أنا حتى لما حضرت مسرح الطفل تخيلت زملائي غانم الصالح عبد الحسين. الله يرحمكم. ايش فيك يا حبيبي ايش فيك؟ انا ازر. شيء طبيعي انك تتذكرهم لان مكانهم فاضي، ما حد يسده. ليه ما حد بيسده؟ لكل فنان شخصيته، ما حد ياخذ مكانه، يعني يقول لك هذا خليفه عبد الحسين وهذا خليفه غانم وهذا خليفه، لا ما في. كل واحد له شخصيته، الشاطر اللي يسوي له شخصيه خاصه فيه. ولهيك هي دائما بتحب تدعم الوجوه الشابه، ودائما بتصرح انه لازم يدخل دم جديد للدراما الخليجيه وما يقتصر بس على نجوم الصف الاول. حبيبي انا اشوف شيء ما تشوفونه. حبيبي شنو اللي انت تشوفه احنا ما نشوفه؟ مطر. شو رايك بالفنانين؟ يعني بالكويت في فنانين كتير جداد حلوين شباب. شباب عندنا. مين بيعجبك من بيناتهم؟ اللي صادق بحبه للفن. في بعضهم جاي للشهره والمال، لو الحين بعد المغريه اللي الشيء اللي يغريهم اكثر أن شهر عشان أصير فاشينست كرجل أو امرأة، وهذا يدر علي أموال وايد، وهذا غلط. عمرك ما راح تصير فنان. ولأنه هالموضوع زعجها حبيت توجه نصيحة للممثلين خاصة بالسوشيال ميديا. أنت فنان ممثل مالك شغل بالتعرض أكل ولا تعرض، إذا كان لصالحك ما يمنع أنت تروح حق دكتور يقولك كونك مشهور أقدم لك هالشغلة مقابل تسجلي، هذه عادي. لكن أقعد هذه مهنتي لا صعبة. فأنا أتمنى أنهم يبعدون عنها. يستفزوك هدول العالم؟ والله في بعضهم يستفزوني فعلا، مجموعة كبيرة قاعد تستفزنا، تستفز كل العائلات بالكويت. في منهم عن جد يمتلكون موهبة حقيقية مضيعين حالهم بهذا الموضوع؟ اللي مستفزين هذيل لا موهبة لهم، لا موهبة، هذيل عار على الدولة. لكن للأسف أني أتكلم عن اللي عندهم موهبة وقاعدين ينجرفون حق هالشغله. يعني الفلوس مو كل شيء. ايش عندك تتمشين هني؟ حسبات شارع الشانزليزيه؟ انا من اللي يا ابني انت؟